دازت تقريبا من احسن الحلقات اللي دار مراد العشابي، والدليل هو العدد ديال المشاهدين. إذن عجبت الناس، عجبتهم، عجبت الجمهور. حقيقيه راه كانت فرجه ممتعه، وهذيك ضريبه ديال الفنان كيعتاد الفنان، هذيك ضريبه الفنان يقدر يتحرج. وانا كنجاوب بكل صراحه، اللي ما كيجاوبش هو اللي كيكون داير شي حاجه ولا عنده اسرار. انا ما عنديش اسرار، انا انفعلت على الطابله لان ما كانش في السؤال شويه الاحترام، وبالاخص اللي عصبني هو هذاك اللي مع الجمهور. بالتليكوموند راه تقلبات الحريره اللي حكيت بن سليمان، تا دا مالو، جيب لي طابله نعاود نقلبها. ما الدنيا هاني ما عنديش مشكل، انا خسرت شي حاجه. تخيل شي طابله قول لي تعلم هاو القلب هذا وتفرج. الله يا ودي، كانت فرجه ممتعه وبرنامج ناجح، نجح ليه مزيان، الله يعاونه والله يسر ليه. عادي عادي ما عنديش مشكل، عادي عادي، ولا كانت حقيقيه مزيان عادي، على حساب الميزانيه ديال البرنامج. اقدر نخدم 3000 درهم ونقدر نخدم مليون. وهي جات في واحد الظروف في شعبان نيت بقى رمضان باش نصابوا سلو الشباكيه. صديق 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 وخالو صديق سي سنوسي، ممثل كفء ومن لاسيان موديل بحالنا بلاكا كحله الرواد. وهذا عائله، عائله وحده، باش حنا كنعتبروا رؤوسنا الفنانه عائله وحده. فينا اللي مزيان وفينا اللي ما مزيانش، بعد جمع الشرائح. النقد حيت كان النقد الهداف والنقد الهدام، وكاين النقد من اجل النقد، وكاين النقد من اجل الاسترزاق. انواع النقد، النقد بزاف. فنانو ما ينعش مشاكل بالمشاكل، والو والو. دابا الكارثه هو ان الا جيتي دير النقد ديالك انت، كيعتبروا ان انت كتسبهم. ان شاء الله الله يجيب شي طابله اخرى. مرحبا. اكيد كان عندنا مسرحيه ديال الغميضه دايرين بها جوله، رحنا تقريبا وصلنا لشي 7 ولا 8 العروض دابا. جوله من طنجه للقويره ان شاء الله، وكاين عمل اخر جديد ان شاء الله. المغاربه اش غنقول لكم، كي غنقول هذه الكلمه بالسلبيات، حنا شعب صبار، داز عندنا ازمه ديال الغلاء وهذا، ولكن هذا الغلاء راه عالمي. هذه الحرب ديال اوكرانيا وروسيا راه خلقت واحد الازمه كبيره، وغير ربي راه كيبغينا. راه درت واحد الجوله في النواحي ديال ولاد حريز وهاد المناطق ديال ولاد سعيد، عرفتي الزرع تبارك الله هاد العام راه صيف، وهادوك الناس حنا ما عمرنا نجوعوا. الاكتفاء الذاتي ديما كاين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.